السيد محمد شاع السوداني وزيرا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تصويت. أغلبية واضحة. من جرب المجرب حلت فيه الندامة. كنت وزير العمل والشؤون الاجتماعية بداية الحكومة. من جرب المجرب وبعدين وزير المالية وكان لمدة شهر حلت فيه الندامة. بعدين وزير التجارة كلفني وبعدين كلفني في وزارة الصناعة. نظريا المجرب لا يجرب هي نظرية بصراحة خاطئة ما ليس لها أساس. أكيد أنا عملت مع السيد المالكي في حكومته الثانية ومع السيد العبادي، كان البوصلة هي خدمة البلد في أي مكان. والشعب يعلم، وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا. وأنت منهم؟ وأنا منهم. فكرة أن تعال غير كل الوجوه وأتي بوجوه جديدة، أين الخبرة المتراكمة؟ وين التجارب الإنسانية؟